أنا بودي لو تقرأ لنا صفة صلاة الخوف من القرآن، سورة النساء: وإذا كنت فيهم فلتقم طائفة منهم معك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. طيب، أنا سأقف عند الآية. يقول الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، هذه صلاة الخوف، فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. هذه صلاة الخوف إذا كان العدو في غير جهة القبلة. الآن أنا غير أنتم متوجهون للقبلة، أنا غير متوجه للقبلة، صح؟ لنفرض العدو في هذه الجهة، إذن هذه جهة القبلة أو غير جهة القبلة؟ غير جهة القبلة، العدو من هذه الجهة. طيب، فالعدو إذا كان من هذه الجهة من غير جهة القبلة، فهنا الله تبارك وتعالى يقول له: فلتقم طائفة منهم معك، أي ليس الجيش كله وإنما طائفة. ولو فرضنا أنه جيش، الجيش أيضا مقسم إلى ميمنة وميسرة، مقدمة، مؤخرة، سرايا، المجموعات، كذا، كل مجموعة لوحدها. طيب، فهؤلاء الذين يصلون في وجه العدو في غير وجه القبلة، فكيف يفعلون؟ فيقسمهم الإمام إلى طائفتين: طائفة تستقبل العدو الطالعة حتى لا يهجم عليهم بغرة، لا يفاجئهم، وطائفة تصلي مع الإمام، لأن الإمام وين بيواجه؟ وجه القبلة. فلو صلوا كلهم مع الإمام وجهة القبلة هكذا والعدو وراهم، ماذا يفعل العدو؟ يهجم عليهم، يقضي عليهم. فيقول: لا، مجموعة تواجه العدو ومجموعة تصلي معه الإمام، بحيث لو هجم العدو، قالوا له هجم العدو، يقطعون صلاتهم ويواجهون العدو معا، لكن إذا ما في بس أنهم يتحرون العدو ويتجهزون له. فطائفة إذن تواجه العدو وطائفة تصلي معه، ولتقم طائفة منهم معك، أي يصلون معك إلى جهة القبلة. قال: وليأخذوا أسلحتهم، لأن العدو احتمال شنو؟ يفاجئهم، فسلاحهم معهم في الصلاة، سلاحهم معهم في الصلاة. ولتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. طيب، إذا الآن صلت المجموعة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع الإمام بغض النظر. طيب، فإذا سجدوا مع الإمام، طيب، ركعة كاملة، ثم بعد ذلك ينصرفون، ركعة واحدة يصلون. نحن يعني نقول الحين مثلا صلاة خوف وسفر، زين، يعني قصر وخوف، واضح؟ طيب، صلوا مع الإمام ركعة في صلاة الظهر مثلا، صلوا مع الإمام ركعة واحدة لأن تقصر ركعتين، فصلوا مع الإمام ركعة، خلصوا، يروحون يواجهون العدو. المجموعة اللي مواجهة العدو تجي وتصلي مع الإمام. نعم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. نعم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. نعم، إذا الطائفة الثانية أيضا عندما تأتي أيضا سلاحها يكون معه، تكون حذرة أيضا، احتمال أن العدو يواجه، نعم، يهاجم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. نعم، الكفار يتمنونكم تغفلون عن أسلحتكم، فلا تغفلوا عنها، أسلحكم معكم. نعم، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى. بس انتهى. إذن الآن ذكر صفة الصلاة أو نوع من أنواع الصلاة، وهي إذا كان العدو في غير جهة القبلة، فمجموعة تواجه العدو ومجموعة تصلي مع الإمام. الذين صلوا مع الإمام يصلون معه ركعة، ثم يذهبون يقابل العدو ويصلون هناك الركعة التي بقيت لهم. والذين كانوا يواجهون العدو يجون الإمام أيضا يصلون ركعة، ثم بعد ذلك يذهبون يصلون ركعة ثانية لوحدهم. إذن كل طائفة صلت مع الإمام إيش؟ ركعة واحدة. هذه صورة من صور صلاة الخوف.